الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله، أليس كذلك؟ أمر ثاني مهم جدا، إنا نقاتل كي يرضى الإله بنا ولا نقاتل كي يرضى بنا عمر، لا مشان فلان ولا مشان علان ولا بنا، إنما لله عز وجل فقط، أليس كذلك؟ طيب هلا إن شاء الله إحنا إخواننا في المنطقة الثانية صاعدين ضغط كثير، فعندنا أمرين، أمر أول ممكن الجيش يكون عم بضغط من هيك بيقتحم من هون، هذا مستبعد لأنه هو أجبر من هيك. الأمر الثاني إنه هون يعني فضل نقاطه هون حتى راح يضغط هنيك، فنحن لازم إيش نعمل؟ يعني نصرة لإخواننا اللي في المنطقة الثانية لازم إحنا نضغط من هون، ماشي؟ نعم. فإن شاء الله عز وجل هلا بدنا همة وبدنا صدق وبدنا التزام، ما بدنا واحد يشتغل بعشوائية، فهلا نوزع نقاط كل واحد بيلتزم بنقطته، يعني إذا بنموت ما بترك نقطته. إذا بنموت إذا بشوف الجسد قدامه ما بترك نقطته بطلع. يعني إن شاء الله الالتزام ويعني السمع والطاعة في المعركة هو سبب من أسباب النصر. يعني بركة السمع والطاعة إن شاء الله فيها نصر وفيها بركة من الله عز وجل. علم يا أخوي؟ إن شاء الله. فلن إحنا نكون عنا أكثر نقطة. النقطة الأولى اللي هي هون أبو سطيف موجود. كون معه أبو الفضل. و مين جاي يكون معه؟ أبو حفص. طيب. حط أبو الليل أبو أحمد لأنه انصاب. أبو الليل. هاي صار.